السلام عليكم. كما شفتوا في المينياتور فيديو اليوم راح نحكي فيه قصة أول سرقة باش ألتراس في الجزائر. الحكاية هذه بزاف ناس ما يعرفوهاش وعندها أكثر من 10 سنين، وفي هذاك الوقت ما كانش اللي يصور بزاف والناس ما يعرفوش وشنو هي الألتراس. المهم قبل ما نبداو الفيديو نتمنى تبارطاجيوه مع أصحابكم وكملوا للآخر باش تفهموا كلش. جماعة تيك توك الله يحفظكم ما تزيدوش تدوا لي فيديوهات، ما نطولوش عليكم ونبداو. في مباراة نهائي كأس الجمهورية اللي تلعبت في سنة 2011 ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة بين نادي العريق اتحاد الحراش، وكما على بالكم حراش من بكري معروفة بلي هي مدرسة في الكورة، طلع غير اللي جوال الفنانين. والمنافس الثاني هو فريق شبيبة القبائل، فريق الكؤوس والأمجاد، الفريق اللي عنده 14 بطولة وطنية هو المتصدر وتتويجات إفريقية بزاف، زوج تشامبيونز ليغ وثلاث كؤوس إفريقية. قبل بداية المباراة تساعد جهة الحراش كانت معمرة كامل، جهتهم تاع الفلومبول الفيراج السود والفوق كما يبين هذا الفيديو، سيبورتور تاع جياسكا يصور جهتهم كانت مازال ما تعمرت، خاطرش راكم عارفين بالنسبه لسيبورتور تاع جياسكا هذا دي بلاسمو الحراش راهم يلعبوا في مدينتهم. ومن جهه الشبيبه كي تعمرت التم اليسرى الخالل فيراج نورد وجهه الفلومبو داوها جياسكا، بصح الفوق نورمالمون كامل يدوها جياسكا، بصح واش صرا تقاسموها الحراش داو من الطرف حتى الوسط، وجياسكا كانوا بين تاع الحراش والدوله، خاطرش كيما قلت مقبل انصار تاع الحراش جاو بعدد كبيره بزاف للسطاد وما كفاهمش ما كفاتهمش بلاصتهم. المهم قبل الماتش كامل زاهين ويستناو فيه يبدا، بصح كي تعمر السطاد التم اللي بداو المناوشات، انصار الشبيبه كانوا يغنوا كونتر الدوله بعقليه الاصياب، وكيدخل الرئيس السابق والراحل بوتفليقه والناشط عطاوه بظهرهم وبقاو يسبوا في البوفوار، وهذا الشيء اللي خلى الدوله تبدا تحاوس فيهم وتضرب في الفيراج نورد كيما راه يبين الفيديو. والتم في الفيراج كانت حاضرة الالتراس كابيلي بويس بالباشاج تاع الديبلاسمون، هاد الالتراس غنية عن التعريف اسست في 2009 وهي الاقدم في الزونة، معروفين بالديبلاسمون والانيماسيون. قبل ما يبدا الماتش بشوية صارت حاجة درامية وواحد ما كان يستناها، واللي هي هجوم انصار اتحاد الحراج على انصار الشبيبة في قلب مدرجهم العلوي من جهة الشمالية كما راكم تشوفوا في الفيديو. والاسباب اللي خلاهم يديروا هكذا هو استفزاز جماهير الشبيبة ليهم بعبارة في كيطاني سباحة مسموحة، وهي حادثة كانت صارت في العداوة اللي كانت بين المولودية والحراش، وعبارة تعوموا في الواد هي نخليكم تسمعوا. وهذاك الوقت انصار اتحاد الحراش كانوا هولينكاس ومعروفين بالشغب ديالهم، وزيد استفزهم ديريكت باين وين توصل. ونهايه المباراه كانت فوز الشبيبه 1-0 وتتويجهم كاس الجمهوريه الخامسه في تاريخهم بعد سوء تفاهم بين المدافع والحارس دوخه اللي خلى الشبيبه تماركي هدف الفوز. لحد الان مازال ما هضرناش على الباش واما باش تسرق وكيفاش وشكون سرقوا، وهنا راح تكون صدمه وواحد ما توقعها مور الماتش بشويه في مواقع التواصل انتشرت هذه التصويره. ايه على بالي واحد ما كان يستناها، واش دخل ولاد البهجة في هاد الباش وكيفاه داوه؟ واللي ما يعرفش ولاد البهجة هو جروب سيبورتير سيبورتي فريق اتحاد العاصمة، كيف حتى الداوة كاين زوج قصص والله اعلم اللي صحيحه. كاين اللي يقولوا ولاد البهجة كانوا قاعدين مع انصار الشبيبه وكي شافوا ناط الشاغب وبداو يضربوا مع الدوله قالوا هذيك هي نضربوا ضربتنا، وداو الباش وخرجوا. والقصه الدوزيام تقول باللي لابوليس يزاو هاد الباش، صح من بعد داك الباش طاح في يد ولاد البهجة والداوة وقلبوه. ما قدرتش نعرف شكون القصه صحيحه ولا الدليل، المشكل ماشي كاين بزاف اراء وعباد يشرح، المشكل هو ما كاين حتى واحد يعرف هذه القصه، قليل اللي على باله. الدليل الوحيد في هذه القصه هو التصويره. المهم في الموسم اللي مورا كابيلي بويس خدمت باش تنقلات جديد، خاطرش القديم اخر ظهور ليه كان عند ولاد البهجة وكملت تخدم عادي، ودوك رانا نشوفو كابيلي بويس وصلت لمستوى كبير بزاف وابداع في الزونة. المهم راني حاب تمدو رايكم تكتبو في لي كومونتير اذا كابيلي بويس اليميني ولا لا كي كملت عادي. نزيد نفكركم باللي ولاد البهجة ماشي التراس جروب سيبورتر. المهم هنا كملنا مع هاد القصة وهاد الفيديو، جماعة مدابية طلعو خاطر صح قليل اللي كان يعرف هاد القصة، وكاين حاجة مانيش نهضر من راسي ولا راكم تشوفو بعين لكم الأدلة اللي راني نجي فيها، وكي نكون ماشي سير راني نقول بلي مانيش سير. المهم هاد الفيديو دا طلع ان شاء الله راح نزيد نكمل في هاد السلسلة وندير قصص تاع سرقة لي باش وهادو اخرين في الموفمون تزيري، ودو بقالي نقولكم غير تهلاو فراكم ما تنساوش صلاتكم خاطرش الدنيا هادي فانية وما يدوم غير الصح، والسلام.